وينضم إلينا الآن مباشرة مراسل قناة التغيير محمد فراس. محمد، مرحبا بك، أنت في مجلس النواب، ما الجديد لديك حول هذا القانون؟ نعم، الآن مجلس النواب يشهد اجتماعا مستمرا بين رئيس المجلس ورؤساء الكتل النيابية في مكتب رئيس المجلس محمد الحلبوسي. الجلسة تأخرت 45 دقيقة ومن ثم أجلت نصف ساعة، وهي إلى الآن مؤجلة لم تعقد. كتل سياسية إلى الآن رافضة للقانون ومعترضة على بعض نصوصه، خصوصا نواب محافظة البصرة وأيضا كتلة إرادة التي أعلنت مسبقا أنها لن تصوت على هذا القانون. أما نواب إقليم كردستان أو نواب الأحزاب الكردية فقد أكدوا أنهم سيدخلون إلى الجلسة وسيصوتون على المواد أو النصوص القانونية التي يرونها مناسبة، والقوانين التي لم يكن عليها تغييرات فلن يصوتوا عليها. هذا القانون حقيقة قسم على صيغة ألف وباء. ألف هو الذي يحمل في طياته 10 تريليون دينار ونصف، والتي ستصرف لتسديد مستحقات الفلاحين، تزيد قيمة الغاز لتشغيل أو لتوفير الطاقة الكهربائية وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، وأيضا باقي المستحقات للطبقة الهشة والمستضعفين. أما القسم الثاني قسم باء، سيتم فيه تقسيم صرفية الأموال إلى جزئين، يصرف نصف في هذه الفترة على باقي التقسيمات التي ذكرها أو ذكرتها اللجنة المالية، وأيضا النصف الآخر سيؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. هذا بحسب ما صرحه جمال كوتشر بتصريح خاص. وأيضا إلى الآن كما ذكرت الاجتماع مستمر داخل مكتب السيد محمد الحلبوسي. ترجيحات تشير إلى أن القانون سيمرر اليوم في مجلس النواب، كون أغلبية أعضاء مجلس النواب متفقين على جميع نصوصه، والمعترضين أيضا هم معترضين على نصوص بعض النصوص داخل القانون. لربما الآن سيتفق رؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب على الصيغة النهائية للقانون، ومن ثم المضي بقراءته قراءة أخيرة من أجل التصويت. محمد، تحدثت عن تأجيلين، هل من الممكن أن نشهد تأجيلا آخر بعد كل هذا الوقت؟ التأجيل الذي أقرته رئاسة المجلس نصف ساعة لا أعتقد بأنها ستجيز بتأجيل آخر. التوجه مباشرة بعد الاجتماع إلى الجلسة النيابية، هذا أتحدث عن التأجيل الوقتي. أما تأجيل كامل للجلسة فلا يمكن ذلك، لأن يوم غد سيدخل مجلس النواب في عطلته التشريعية للفصل التشريعي الأول، بالتالي لا يمكن تأجيل جلسة اليوم إلى وقت آخر، وإلا سيكون هنالك خرق للتوقيتات الدستورية. مجلس النواب سبق وأن مدد فصله التشريعي من أجل هذا القانون، بالتالي لا يمكن تأجيل هذه الجلسة لوقت آخر أو لتمديد الفصل التشريعي مرة أخرى. شكرا لك محمد فراس من مجلس النواب.